على 21 سنه بتقلع جمله كلها بتقلع معنى يلي هي التاليه لايري شو بده يصير؟ انت على 20 سنه بتكون بعدك مخرج بدك تغير العالم بدك تغير الدنيا، على 21 سنه بتقلع تتاكد انه الدوله نكتك ما فيك تعمل شيء. لايري شو بده يصير؟ سيب هذا الصوت. لايري شو بده يصير على كل شيء؟ يلا لايري يلا هيتا انشفت على الدوره. لايري شو بده يصير؟ يلا هيتا نم مع وحده بس بلا كوندوم. لايري شو بده يصير؟ هيتا ناخذ استرازينيكا. لايري شو بده يصير؟ هيتا نحط نترات امونيوم بالبور. لايري شو بده يصير؟ يلا خلص مش هيك بخلونا ننتخب على ال 21؟ قالوا لايري شو بصير؟ بياخذ هال 100 دولار بحط له ورقه بال شو اسمه بياخذ 100 دولار على الكازينو. لايري شو بصير؟ جربوا لاقوا حدا بيعملكم مثل ما انتم بتستاهلوا، مثل ما انتم بدكم حدا يعملكم، لاقوا حدا بيعملكم مثل كول سنتر ملك الطوق. انا بدي اقعد كول سنتر ملك الطوق بكتشف حاجات عندي اياها. كل مرة بيرد علي روي بتصير اتصال هيك، الو ملك الطوق، ايه الي كيفك؟ معك روي، كيف في ارفع من مستوى نهارك؟ كيف في خلي كل شيء يصير تمام؟ كيف فيك تشبع من الليلة؟ هاي روي. إلي مش أنت ساكن بالأشرفية بناية غنام طابق أول؟ أها. إلي بدك تطلب طلبية مرت الماضي اللي هي ساندويش طاووق مع بيبسي؟ روي ما في غيرك بيفهمني. إلي بس آخر سؤال قبل ما سكر، بدك صرافة؟ روي أنا شرحت بنطلوني من تاني سؤال. At the light bulb moment the other day, I was talking to my mom. I was talking to her about George Wasouf. You know, and she's like, "إيه ما تطيقوا لجورج وسوف." I'm like, "إيه ليه?" She's like, "ما بعرف كتير بحسه محشش." Right? I did the same thing. I had the exact same reaction. I'm like, "No, technically I'm كوكين." You know, I had to break it down to explain all of the different drugs and their effects. Maybe in too much detail. Maybe in too much detail, I didn't really have to give her the price per gram and where to get it from. I feel like that's where I went too far. There's just always nowhere to stop. But she was like, no, hashish is a gateway drug, you know? You start by smoking hash, and then next thing you know, you're doing lines of coke off of a stripper's belly, singing كلام الناس. لا بيقدم ولا بيأخر.